كلمة شكر عظيمة وكبيرة. أولا للسيد قائد قيادة بني بويفرور الذي قدم لنا كل المساعدة لإنجاح هذا الحفل. نتقدم بالشكر الجزيل للسيد قائد قيادة الدرك الملكي بيوكسان على دعمه لنا وحضور عناصر من الدرك الملكي من أجل توفير الأمن داخل الملعب وخارجه. نتقدم بالشكر الجزيل لكافة أعضاء الجماعة القروية لإكسان، ونذكر بالخصوص السيد الرئيس والحاضران معنا السيد محمد إيراد والسيد تهامي الشادلي الممثلان للجماعة القروية. نتقدم بالشكر الجزيل للسيد محمد الزبتي رئيس تحرير موقع أمنوس، موقع وهو جريدة إلكترونية مغربية، على تغطيته للحدث من البارحة إلى اليوم. نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية الحي العمالي للتنمية والبيئة بأزغنغان على دعمهم لنا ولكل أطرها الأكفاء المناضلون. نشكركم يا جنود الخفاء على تضحياتكم الجسيمة. نتقدم بالشكر الجزيل كذلك لاتحاد جمعيات وكسان سيدي بوصفار على توفيرهم لنا هذا الفضاء الرائع. ونتقدم بالشكر الجزيل جدا لكل الفرق التي نشطت معنا هذا الدوري، وأرجوكم نصفق بحرارة على فريق قدماء وكسان. نصفق بحرارة على فريق قدماء سلوان. نصفق بحرارة على فريق الأساتذة وموظفي الإدارة التربوية أو الإدارة العمومية. نصفق بحرارة على فريق أصدقاء أزغنغان بحرارة كذلك على وفائهم وحضورهم معنا. وتحية كبيرة لجمعية إكسان للتنمية والتضامن المنظمة لهذا الحفل في شخص السيد جمال دراز القادم من ألمانيا، والذي كلف مجهودات وكلف نفسه تكليفا كبيرا لإنجاح هذا الدوري، فليتفضل بكلمة للترحيب بالحضور. ونرحب بضيف شرفنا السيد طيب عمران، أخ سيد سعيد عمران الذي قدم إلينا من مدينة طنجة مشكورا، والحاج محمد لالي وعابد بودو وكل الإخوان الحاضرين من المهجر، يعني كذلك نرحب بهم ونشكرهم على وفائهم وعلى تضحياتهم معنا. كلمة للسيد جمال دراز في بهذه المناسبة. السلام عليكم أحباب ثومات ويكسان، شكارك نواتس، مرحبا بكم. شكرا أجباء الحياة تصر من تمون مريض ومدى شكارك نواتس سمحة مين شوى جوز قبل أن يسوى من سماسي تقدم غير فينا شنو سي محمد بودا. مهم خش قارون بارك الله فيكم، لكن واحد سيد عربي وشكرا، برافو عليكم. إذا كما عهدنا دائما على ساكنة وكسان الأوفياء، نشكركم على حضوركم أيها الطيبون، يعني نشكركم على وفائكم للجمعية ولأنشطة الجمعية. إذا بعد قليل سوف يتقدم عناصر من الأمداح، فرقة الأمداح الحاضرة معنا، أتتنا من مدينة العروي لتتحفنا ببعض الأمداح.